في الدرس ده هنتكلم عن الستاندرد بريميتيفز وطريقة عمل المجسمات البسيطة وأشكالها المختلفة اللي هتخدمنا دايما في مرحلة الموديلينج. لو جينا للجنب اليمين من واجهة البرنامج هلاقي أهم قائمة اتكلمنا عليها في أول درس واللي قلنا إن هي أهم قائمة في البرنامج الكومنت بانل. هلاقي عندي فوق هنا كذا قائمة، قائمة الكرييت، الموديفاي، هيراركي. هنبتدي بقائمة كرييت، تحتيها هيظهر لي كذا ايكون تانية، الجيومتري، الشيبس، اللايتنج، الكاميرا. لو دخلنا في قائمة الجيومتري دي تحتيها الستاندرد بريميتيفز، الاكستندد بريميتيفز، وكذا قائمة تانية هنتكلم عن اهمهم في الدروس الجاية. ودي الاشكال اللي موجودة عندي في الستاندرد بريميتيفز: بوكس، كونز، في سلندر. لو ابتدينا بأول حاجة بالبوكس، طريقة رسم البوكس: أول ما بختار شكل البوكس بعمل هولد على الماوس كده وبسحب في أي اتجاه أنا عايزه، وبعدين أسيب الهولد، وبعدين أعمل دراج لفوق كده وأدوس كليك. هتلاقي ظاهر لك هنا على اليمين البارامترز بتاعة البوكس ده، اللينث والويدث والهايت لو عايز تعدل فيهم. لو أنا عايز أعدل في الهايت أهو مثلا عايزه بس 3 متر، وعايز الويدث مثلا 3 متر برضو، واللينث 3 متر. ده كده البوكس بتاعي. بعد كده عندي هنا اللينث سيجمنت والويدث والهايت سيجمنت. يعني ايه السيجمنت؟ السيجمنت ده اللي هو بيقطع لي الشكل. لو انا دلوقتي خلينا هنا في اللينث سيجمنت، قعدنا نزود، ادي 1 2 في اللينث، هتلاقي ظهر لي هنا اهو بيقطع لي الشكل. التقطيعات دي هتفيدني بعد كده لما اجي استخدم موديفايرز معينه. ده كان انا كده عملت مثلا فواصل للشكل تسمح لي ان انا اعمل تعديلات معينه، ان انا مثلا اسحب الجزء اليمين ده واعمل غاطس للجزء ده واسحب الجزء ده باستخدام موديفاير من الموديفايرز اللي هنتعلمها بعد كده. وده برضو عندي هنا الويدث سيجمنت اهو بيظهر لي هنا اهو، الهايت سيجمنت هنا هلاقيه برضو بيقطع لي في اتجاه الهايت، وبتزود سيجمنت زي ما انت عايز على حسب التعديل اللي انت محتاجه بعد كده. نمسح البوكس ده نشوف الشكل اللي بعد كده. عند السفير، السفير نفس الكلام، بعمل هولد على الماوس وبسحب على قد ما انا عايز في السفير وبسيب السفير. ده كده الراديوس بتاعي، اقدر اعدل في الراديوس بتاعي، عايزه مثلا 5. ده كده الراديوس 5. سيجمنت نفس الكلام اللي قلناه في البوكس، السيجمنت ده كل ما بتزوده كل ما بيقطع لك في الشكل. وهنا واضح في السفير اكتر دور السيجمنت، ان انا كل ما بزود السيجمنت بيديني نعومة في السفير، وكل ما بنقص بيخلي فيه شاربنس وبيبقى فيه حدود او زوايا للشكل اكتر. فانا في السفير بحتاج السيجمنت دايما زيادة عشان يديني السموث في الشكل اللي انا عايزه. الهيموسفير، لو زودت الهيموسفير ده كده هتلاقيه بيقعد يستقطع من السفير بتاعي، بيقول لي انت عايز تستقطع قد ايه. هلاقي كل ما بطلع كده انا عايز مثلا قبة، فانا بعد ما برسم السفير بكتب هنا نص كده، ساب لي هنا نص الدايرة. لو كتبت مثلا 1 الا ربع كده فاضل لي ربع الدايرة. السلايس لو شغلتها بيقول لي انا عايز اخد من الشكل دلوقتي ربع دايرة مثلا، يبقى انا هاخد من 0 لـ90، سلايس فروم 0 سلايس تو 90 كده شال لي ربع دايرة. طب انا عايز اشيل نص الدايرة لـ180، هتلاقي برضو بيتضح معايا لو انا حركت بالماوس كده، ده اللي بيحصل في السلايس. الشكل اللي بعد كده عندنا السلندر، السلندر بعمل دراج وبسيب الماوس وبعمل دراج لفوق، وبتحكم برضو بالريديوس والهايت من هنا. التورس ده شكل عامل شبه الدونت كده، بتعمل دراج وتسيب الماوس وبعدين بتتحرك جوه او بره على حسب التخانة اللي انت محتاجها، وتدوس كليك تاني وكده اترسم معاك. وبتتحكم هنا بريديوس 1 وريديوس 2 والتويست
التويست ده بتلف الشكل حوالين نفسه كأنك بتمسك حاجة وبتعصرها، زي ما واضح معانا كده، كده بيتعمل له تويست، بيقعد يلف حوالين نفسه. والسيجمنت اللي حكينا عليها قبل كده، بعد كده عندنا التيبوت. التيبوت ده اشهر الاشكال اللي احنا اشتغلنا عليها كتير في الدروس اللي فاتت، مش محتاج نزود فيه حاجة. التكست بلس لو هنكتب اي كتابة بدوس كليك بس كده في اي مكان، وبعد كده بنزل هنا وبعدل في التكست، هكتب التكست اي حاجة انا عايزها. ده كده التكست نمسح كده. بعد كده عندي شكل الكون، هولد على الماوس وبسحب البيز بتاع الكون، بسيب الهولد بطلع لفوق بشوف الارتفاع بتاع الكون اللي انا عايزه، وادوس كليك تاني وبعدين ادخل لجوه او اخرج لبره. دخلت جوه اهو، ده كده بقى الكون بتاعي. نفس بارامترز الاشكال اللي فاتت، ده radius 1 بتاع البيز، ده radius 2 بتاع التوب في الكون. الجيوسفير، الفرق بين الجيوسفير والسفير هو شكل السيجمنت. في السفير هتلاقي ده السفير العادي اللي احنا عارفينه، وده الجيوسفير هتلاقي هما نفس المجسم، بس فرق في توزيع السيجمنت. السيجمنت هنا متوزعة بشكل مختلف وهنعرف استخدامها، والجيوسفير بنحتاجها لعمل مجسمات معينة هنعرفها برضو في مرحلة الموديفايرز. بعد كده عندي التيوب، هولد على الماوس بسحب الراديوس اللي انا عايزه، بسيب وبعدين بعمل دراج تاني جوه او بره كده، اديله الهايت يا فوق يا تحت، وبعدين ادوس كليك تاني. ده كده شكل التيوب. هنا برضو واضح السيجمنت اللي اتكلمنا عليه، هتلاقي الشكل مش سموث، واضح عندي هنا الزوايا كده والحروف، فبحتاج ان انا ازود السيجمنت اهو. تيجي هنا بتلاقي السايدز، عندي هنا 18 سايد، لا نزوده. radius 1 اللي بره، radius 2 اللي جوه، وده الارتفاع. الشكل التاني البيراميد، هولد على الماوس بسحب البيز بتاع البيراميد، بسيب الهولد بطلع لفوق او بنزل لتحت، كليك تاني، وده البيراميد بتاعي، ودي البارامترز بتاعته. اخر شكل معانا البلين، بعمل هولد على الماوس وبدراج في اي مكان وبسيب، وبكده البلين اترسم معايا. دي كده مجسمات الستاندرد بريميتيفز اللي موجودة عندي في 3 دي ماكس. كل واحدة منهم ليها وظيفتها، كل واحدة منهم بنحتاجها في نوع من انواع المشاريع بتاعتنا، والاشكال البسيطة دي بنضيف لها موديفايرز. في مرحلة الموديفاير، الموديفايرز دي بتخلينا نتحكم اكتر في الاشكال وبنوظفها بطرق تانية. طب لو انا عندي كذا ستاندرد بريميتيفز، اخر حاجة ده البوكس اهو، وده مثلا السيلندر، وده كذا شكل جنب بعض، وخرجت انا بره كده بره الامر. لما كان عندنا البارامتر بتاع اي شكل من الاشكال دي، اول ما باجي برسمها وبعدل في البارامترز اللي كانت موجودة هنا، الهايت السيجمنت. دلوقتي لو انا دوست على اي شكل من الاشكال دي، هتلاقي ما بيظهرلوش اي بارامتر هنا، ولا البلين ولا البوكس. بعد ما بترسم المجسم وتخرج من الامر كده، بقى البارامتر بتاعه موجود هنا في قائمة الموديفاير. بتدخل في تاني قائمة هنا جنب كرييت الموديفاير، انا واقف على البوكس بدخل على الموديفاير، بتلاقي البارامتر بتاعته هو السيلندر، ودي البارامترز بتاعته، واخر حاجة البلين نفس الكلام البارامترز بتاعته بتظهر لي هنا في قائمة الموديفاير.